كرة سريعة، كوريا الجنوبية، والهجمة والخطورة، الخطورة لكيم جين ووك، تتحول المباراة إلى درس كروي. الفريق الكوري الجنوبي الآن يحلق في الأجواء السعودية بثلاثية لكيم جين ووك العملاق. قلنا هنالك شوارع في دفاع الهلال، المدرب كومبوري لم يحل المشكل بوضع عبد الله الزوري الذي يفتقد الاختصاص في المراقبة الفردية داخل المنطقة، وهذا ما أعطى الخسارة بسرعة. شوف الأربعة، شوف الكرة والرأسية والثالث للفريق الكوري الجنوبي. خيبة أمال كبيرة تعيشها الجماهير السعودية والعربية.